السلام عليكم. طبعا في هذا الفيديو راح نتكلم عن شيء مهم واللي هو السي في. طبعا السي في جدا مهم اللي حاب يتقدم على وظيفة، بس هني راح يكون تركيزنا على مادة اي اي اس. وطبعا مطلوب 3 اشياء اللي هو البحث عن اعلان او اعلان وظيفة، 2 الكفر لتر، 3 السي في. طبعا ان شاء الله راح تطلع من هذا الفيديو وانت كاتب كل المتطلبات اللي عندك وتنتهي من فعلها. اجيب لكم اسهل شيء وابسط شيء عشان تخلصوا، وفي تولز معينه انا استخدمها تسهل علي اللي هو تصميم هذه الاشياء. طبعا اول شيء البحث عن وظيفه. البحث عن وظيفه نروح على طول على جوجل او تويتر او انستغرام، نبحث عن وظائف شاغره وننزل البوست المطلوب من عندنا، وهذا يكون اللي هو البحث عن وظيفه. طبعا شخص ممكن باقي متطلبات معينه للوظيفه وما لقاها في جوجل يقدر يصمم وحده بوست للوظيفه، ما في اي مشكله. 2 المتطلب اللي عندنا اللي هو السي في. طبعا السي في نحن كيف نسويه؟ طبعا في الاغلب يقول انا اريد بشكل جميل بس انا ما اعرف اصمم، او يلقى شخص يصمم له. لا، في طريقه سهله وباستخدام الوورد. والطريقه هي ايش؟ لما نحن نفتح الوورد نروح الى فايل، بعدين نيو. طبعا بتفتح عندنا هذه الصفحه، نروح لخيار البحث ونكتب سي في، سوري سي في، انتر. الحين راح يعطينا قوالب جاهزه للسي في. انا كل اللي علي اسويه اختار القالب اللي عجبني، مثل هذا القالب او اي قالب اشوفه مناسب لي اختاره واعدل فيه فقط. فانا والله راح اشوف كل هذه القوالب الموجوده وايش القالب المناسب لي، فانا اقول مثلا اختار هذا القالب على سبيل المثال. طبعا اذا كان القالب موجود يفتح على طول، ما موجود يسوي داونلود. فانا كان ما موجود عندي هذا القالب، الحين هو ينزل القالب وراح يفتح عندي. طبعا فتح عندي القالب بهذا الشكل. طبعا يقول لك هني وايش هو الفيرست نيم، وهني السور نيم، نكتب البيانات. طبعا مسهلين لي كل شيء. الاكسبيرينس اللي عندك، والله وش من الاكسبيرينس؟ انت الاكسبيرينس مقصود فيها وايش؟ انت وين داومت سابقا؟ يعني داومت والله في الشركه الفلانيه، او اللي هو عنوان الوظيفه، البوزيشن وش هو المنصب واسم الشركه. طبعا يفضل نكتب التاريخ من السنه الفلانيه الى السنه الفلانيه كنت في منصب كذا كذا في الشركه الفلانيه. هذا كل البيانات اذا كان احنا عندنا اكسبيرينس في المكان الفلاني. ننتقل للشيء الثاني اللي هو الاديوكيشن. الاديوكيشن طبعا شهاده التعليم. انا والله مثلا في المدرسه في الهاي سكول من السنه الفلانيه للسنه الفلانيه في المنطقه الفلانيه، والله في الكليه الفلانيه خذيت الشهاده الفلانيه. كل الاشياء او الشهايد اللي تختص بالدراسه تكون في هذا الشيء. طبعا هني ضافوا شيء اسمه الكوميونيكيشن. نحن نقدر نضيف اللي هو نسميه بالسكيلز. طبعا هني ما اعتقد نضيف سكيلز، لكن نحن نضيف سكيلز في الكوميونيكيشن. فاروح اكتب والله سكيلز، ويفضل ان اقسم سكيلز الى قسمين اللي هو السوفت سكيلز واللي هو الاشياء البسيطه، والهارد سكيلز. طبعا راح نتكلم بعدين فيها بتعمق اكثر. ليش؟ عشان نقدر نضيف سكيلز اكثر، لان في السي في تركيزهم على السكيلز اكثر. وبعد هنا كتب اللي هو الليدرشيب. نحن يفضل نكتب الانترستنج مثلا، هذا نفس المتطلبات اللي وين اللي موجوده في النموذج اللي معطيني اياه. فانا اكتب هنا مثلا اللي هو الانترستنج او الهوبيز اللي عندي، فانا وايش الاشياء اللي احبها وافضلها نكتبها هنا. طبعا اخر شيء اللي هو الريفرنس. طبعا الريفرنس مطلوب من عندنا شيء بس في الكليه، لان انا كطالب فما اقدر ارجع لمراجع شركات سابقه، فايش اسوي؟ اسم المدرس والايميل. وهني طبعا وايش اللي هي التواصل، المنطقه، الفون نمبر، الايميل، والويب سايت اذا كان متوفر او لا. طبعا هني الصوره اذا حبينا نضيفها او ما بغينا نضيفها ما في اي مشكله. طبعا هذا هو السي في. انتهيت الحين انا من السي في ومن كتابه السي في. الحين انتقل للكفر ليتر. الكفر ليتر ما اريدكم تكتبوا ولا كلمه. الكفر ليتر راح نستخدم بعض التولز اللي انا متعود استخدمها. نحن راح الحين نتكلم عن شات جي بي تي. طبعا انا وش سويت هني؟ كتبت ملخص عن السكيلز اللي عندي والاكسبيرينس. انا قلت والله اي هاف اكسبيرينس، طبعا كمثال جبت لنا از مانجر اوف سوفت وير انجينيرنج، قلت ويب سايت ديفلوبر in Oman Tel Company، اعطيتهم هذول. وهني قلت اي هاف هارد سكيلز وذهن الهارد سكيلز، وقلت also اي هاف سوفت سكيلز وهذه السوفت سكيلز. باخذ هذا كوبي عشان يكتب لي كفر ليتر جاهز.
أروح إلى جوجل. هني طبعا بروح في البحث وأكتب شات جي بي تي، انتر. راح نفتح أول موقع يظهر لنا. أنا طبعا شرحت شات جي بي تي قبل سابقا، اللي هو يشتغل بالذكاء الاصطناعي، نطلب من عنده أي طلب وينفذه لنا. نروح الحين تراي شات جي بي تي. طبعا أول خطوة راح أسويها لوجين. أنا طبعا لأن عندي حساب سابقا فيفتح على طول، أنتم لازم تسوي سيج أب عشان تسوي حساب، طبعا هو مجاني وفري. الحين أنا أول ما أسوي لوجين طبعا يطلب من عندي الإيميل، أنا على طول أقول له أنا مسجل بجوجل، فيقول لي بأي إيميل، بقول له الإيميل هذا. الحين طلع عندي هذا الشيء. طبعا الجميل في شات جي بي تي ان كل الاشياء اللي انا ابحث عنها يظهر هني على طول، فاقدر ارجع لها، وانه هو يخزن يعرف انا وش ابحث، فعلى طول اسال عن الشيء اللي بحثت عنه هذاك اليوم يطلع على طول. المهم انا الشيء اللي خضيته هناك الحين اسوي عليه كوبي هني، وكتب له في النهايه انا كتبت له الاشياء اللي عندي، وكتب له والله عشان يعرف انه شو اغير، رايت مثلا كفر letter for all this information. كتبت لك كذا انت. الحين هو راح يكتب لي طبعا dear hiring manager، من هو الشخص اللي راح يوظفني هنا، اسم الشخص اللي راح يوظفني، لانه ما اعطانا الاسم، اعطاني hiring manager اللي هو الموظف. انا اكتب اسم الشخص مستر فلان او دكتور فلان من اللي موجود في الوظيفه. فعلى طول قال I am writing to apply for this position. هني سوالف بين قوسين لانه ما يعرف وش الوظيفه اللي انا باغنها، فنقول البوزيشن وش الوظيفه اللي موجوده في الاعلان، سواء مانجر، وش درايفر، وش هي الوظيفه يعني، ويب سايت ديفلوبر، اي شيء، اد كمباني. بعدين شوف قال البيانات اللي اعطنا اياها، with 9 years of experience، انا عندي 9 سنوات experience as manager of website developer in Oman تيل كومباني، اي هاف ديفلوبد. عاد هني نشوف حتى هو ضاف عندي اشياء يعني عشان يحط الكفر ليتر قويه، سترونج سيت اوف هارد اند سوفت سكيلز اي بليف مي، فعطى الاشياء هذه عشان حطت وش الكفر ليتر قوي. فعطاني والله الهارد سكيلز اللي عندي، ذكر الهارد سكيلز سكيل. بعدين اعطاه هني ان اديشن تكنيكال سكيلز اللي هي السوفت سكيلز، اعطاه كلهم هني. بعدين قال له ثانك يو فور مثلا حطيتني اني اتقدم على الوظيفه، وانا انتظر اقرب رد من عندك، مثل هذا القبيل يعني. وبعدين اخر شيء هنا اكتب الاسم. طبعا احنا ما يمنعنا نعدل فيه امور او لا، فانا اروح اخذ هذا كوبي. طبعا منكم يريد يتاكد من الكلام حتى تروح على مترجم جوجل يعني، وتشوف الكلام اللي كاتبنا هل هو ممتاز او لا، ويعدل فيه على راحته. فانا اشوف يعني كل شيء اوكي، بروح اخذه على طول، اروح على الوورد ولصق. صار هذا هو الحين الكفر ليتر مالي، ما علي فقط الا اني اعدل فيه دير فلان، ويمكن اضيف كلام هني البوزيشن والكمباني، اضيف كلام اذا بغيت اضيف فقط يعني. الكفر ليتر استراكشر ماله الحين صار ويش جاهز. طبعا هني تحت انا يمكن ما نسخته كامل اللي هو فيه الاسم وكذا. فالمهم هذا الحين الكفر ليتر مالنا جاهز. كل ما عطيت الشات جي بي تي بيانات اكثر عني وعن الشركه اللي باغنها، كل ما زاد كلام اكثر. انا اكتفي بهذا الكلام، والحين ويش اروح اعدل فيه بس اضافات بسيطه، وبكذا انا انتهيت من المشروع مالي كامل. عندي السي في، عندي الكفر ليتر، وبالاضافه الى الاعلان اللي جبته من النت. اتمنى الفيديو واضح وما عندكم اي صعوبه فيه. حسيتوا باي صعوبه ارسلوا في التعليقات، وفي اقرب فرصه ان شاء الله راح افيدكم واعطيكم الحل للمشكله اللي عندكم.